من جديد برجع نحن وياكم مشاهدينا لمجمع ميشيل مور كما وعدناكم في مقابله مع رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله الاستاذ وليد نصاري اللي موجود الى جانبي. اول شيء شعنين مباركه. ميرسي على الجميع ان شاء الله. وليد بنعرف انه مشاكل البان بدات تنحل اذا فينا نقول. نعم. يعني في جمعيه عموميه يوم الاربعاء ب 16 الشهر. نعم. التعديلات الظاهر مش حاله يعني. نعم. تم التوافق عليها مثل ما عرفنا. رح يكون في نصاب يوم الاربعاء ورح تنبت بجمعيه عموميه التعديلات. نحن غياس ما عم نفكر بنصاب، هيدا المشاركه نهار الاربعاء الساعه 6 بمجمع الانترانيك بجمعيه العموميه لاقرار التعديلات، هيدا واجب وطني. نحن ما عم نفكر بنصاب لانه نحن ما عم ندعي انتخابات، نحن بندعي كل الجمعيات المنتسبه للاتحاد واللي تنزل وتشارك، لانه هيدا واجب وطني بالنسبه لنا، لانه هيدي اخر خطوات من خريطه الطريق اللي رسمناها مشان نرفع الحظر الدولي، وانا ما عندي شك بوطنيه وبمسؤوليه الانديه، ورحنا نقوم باتصالات هاليومين مباشره بالكل، بس بندعيهم انه يشاركوا بكثافه نهار اليوم. يعني ما في ستريس لا هيدي ستريس بول كمان طابت باص، هيدي عم بحملها كثير من الاجواء حامل التليفون. وليد يعني انت برايك انه البان رح ينشال قريبا ان شاء الله على لبنان؟ ان شاء الله. يعني قبل بطوله غرب اسيا ولا ممكن؟ نحن كل جهدنا كنا عملنا كل المجهود مشان نرفع. يعني في مشاركة برأيك للمنتخب؟ نحن هيدا هدفنا إذا لحقنا أكيد حكون في مشاركة. أكيد هيدا هدفنا. سؤال تاني بدي حملك، النقل الفضائي كتير عم. نعم. نسأل عن النقل الفضائي، كنت صرحت قبل حوالي الشهر في شيء جديد؟ هل في يعني نحن لليوم غياس تعرف قمنا ببعض الاتصالات مشان نشوف كيف فينا نأمن البث الفضائي. البلاي أوف رح يطلب 25 مصر. شهر يعني نحن بكرة عنا اجتماع نهار التنين مع عندية الدرجة الأولى ممثلين، بدنا نطرح هذا الموضوع تنشوف كيف فينا نساعد كلياتنا على هذا الموضوع، وإن شاء الله بكون في حل. يعني هيدي شغلة موضوع تجاري عم نحاول نعمل المستطاع، وإذا ما مش الحال ما لقيتوا شو رح تعملوا؟ مفروض يعني بدنا نحن نسعد الجمهور اللبناني الموجود برات لبنان، بدنا نلاقي حل مع ال ال دي سي. روحتوا لهم كثير كيمات للجمهور اللبناني يعني متعودوا لهم اياهم بالبلاي اوف اكيد. ان شاء الله ايام قدامنا بعد في بطولات كبيره والايام قدامنا ان شاء الله. بدي اشكرك اكيد رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله الاستاذ وليد نصار.